أنا جراس. هاي تفضلي بالدخول، أهلا بك في منزلي. هل تعيشين هنا؟ هذا مقزز. حسنا سأتجاهل ذلك. كنت أنسى، اشتريت صورا جديدا، اشتريت واحدا لك عزيزتي. أنا لا أرتدي شيئا إن لم يكن من الذهب. أترين يجب أن أحافظ على سمعتي، أعني أنه لا يحتوي على أي ماس حتى. حسنا لا عليك، لنذهب إلى المطبخ. ما رأيك؟ إنه صغير جدا. أو هل تريدين تناول مصاصة؟ أيهما ستختارين؟ تفضلي هذه المصاصة. هذا محرج. هيا نجلس. أوكي. هذا المكان ليس فاخرا لكنه مريح. غرفة خادمي أجمل من هذا المكان. مهلا، لقد وجدتها. هل تريدين اللعب ببوبيت هذا؟ هل تسمين هذه بوبيت؟ انظري إلى هذا، لقد صنعها أبي خصيصا لي. لما أزعج نفسي حتى؟ غالبا ما أطرح السؤال نفسه.